هل يجوز استخدام آلات الرصد؟ وهل يعتمد على الحساب في دخول شهر رمضان أو في رؤية الهلال؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وبناء على ذلك فإن الاعتماد على الرؤية واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تساعد على تحقق الرؤية هذا ليس فيه شيء، لأن من قواعد الشريعة أن الأصل في الوسائل بحسب الغاية التي تؤدي إليها، فالوسائل لها حكم الغايات، وهذه الوسائل تستخدم من أجل تحقق الرؤية بالعين. أما الاعتماد على الحساب الفلكي فلا يجوز، لأنه مخالف للدليل السابق ولما جاء في معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا من الأمور التوقيفية، بما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من الأمور التوقيفية، يقتصر على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصرف النظر عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمد على غيره. وبالله التوفيق.